عطنا قصيده انا ببيتين منك. ايوه اي على طول تفاعل معها يا منيب. عطنا بالله صدق تحقيق الاحلام ومعافك صدوف الطريق. إيه؟ تبغي عكف شارب انك عمزي مال عائله عائله لا صار ما تصل مرادك عقب نش فريق ما فيه لذه نجاح ولا طعم طايله عقب التعب يفرج الله كل هم من وضيق ونفرح عقب ما لمحنا نجمه القايله. نبي واحده رد على طول سريع سريع عجبك. ضيع عشقنا الدر يا زين. الوقت ضيع عشقنا الدر يا زين والله يعوضنا ونلقى عوضنا. العام نظهر حبنا للملايين واليوم نخفي حبنا عن بعضنا. الله 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 يا سلام يا سلام. اسلم اسلم عند البيعي. يقول يا الو السلام عليكم مساكم الله بالخير. يقول طال ليلي ونسمي ايش يقول طال ليلي ونسمي سدني عشرة ليال ونسمي لا هدم ليلي يجيك ويعمره مرحبا وعداد ما شاخ شيخ وشيخ مالف البرايم والوجودي اللي جيت ثمره احترم شعوركم يا الجناتل والرجال بس سنة لا جيت به صرت شمسه وقمره. سلامتكم. صح لسانك هذه هو كاتب هذا الحين مع ابراهيم مع ابراهيم الله صح لسانك استلم يا استاذ صح بدنك من تولي كاتبها قبل شوي يسوع. بسم الله الرحمن الرحيم. في مدينة النخيل جلسه جلسه بالله جلسه جميل جلسه اسلم واحد قصه الازهار والاشجار والهواء العليل. اسلم يا ابو رباح يلا حيا ما يجيك بلاك عطوا عطوا تجاوز تجاوز وتجاوزرية القهوة وين يا الربع هذا هذا جديد ورباح ورباح شو رايك قصيدتي كيس يلا بيض الله وجهك علمه تكفى هذا من ورباح ابو سعد والله مالك في القصيد اسال ابو رباح بالقصيده ويتعرف ابو سعد. انا دخلت المنتجع هذا طال عمرك وانا شاعر مميز. اسمعي انت ابو سعد معك الدنات كان ثلاث كرات لا ما يحتاج صوت هذا اثنين وهذا ثلاثه لا اثنين ثلاثه هذا جبت انا ابي الربيع والله من احمد احمد عبد الرحيم في العافيه بالله صدق والله يا رشيد بدون والله بشر ربيع اسلم قال سالم يا ابو سعد زعم مكتب انا طول عمر اقول لك دخلت طول عمر متذوق للشعر طلعت شاعر الله طيب عطنا بيتين ومنشد تبغى بالمكيف لا لا بدون اي شيء اللي تبغاه باب هواء اي شيء برباح هذه سالفه اللي قلت ابيها في الباب ولا برباح فيني فيك انت وذا وابو مفلح ايوه وبخص الشباب قحاطن وبحط فيها لغز اللي يفهمها فهو شاعر اجل كيف؟ عطوا سبحه رجل واحد السبحه يقول عطي ابو سليتي ايوه يقول البارحه نايم اي والله جاني ابو سعد معنا انت ابو سعد والله معك قلبي معك ما عليك الهاشتاج مولع بالقصيده مو بهاشتاج راسه واتساب يا اخي نايم وانا جاني يقول البارحه يا ابو سعد جاني علم ان ما سرني قبل اسبوع يقولوا انك طحت من الخيل والخيل من خيالها مالها وانت كفو يا ابو سعد واشهد لك معزه بالقلب يوم انها بالقلب القلب القلب سلام عليك صح لسانك بيض الله وجهك. الدلمة جاكم قبل شوي صح؟ طيب في ناس انا صراحه ما توقعت انهم بيدخلون البرايم والله كله والله انت عرضه ها؟ انت عرضه الاسبوع اللي فات والاسبوع ذا ليش عرضه؟ عرضه ترنب على اساس انك حضرت انت ما حضرت تبي تروح بعد اسبوعي راح ابراهيم يوم بتجي هذا يوم عبد العزيز المغيري والطويل ويعني اسماء انا صراحه ما توقعت انا ليه؟ يعني ما عليك خصم قوي انت صح؟ لا ليه؟ 1500 ممنوع من حصاد جمهور بالله صح انت صح ابراهيم صح في ناس ما توقعت انها بتدخل صراحه ملك البرايمات صراحه ذا نواف مخلف ذا مختم برايمات صراحه هذا وشو؟ اعطاك قصيده ما خليته يقول قصيده خليه يقول الشهراني؟ لا الشهراني بيعطينا شيله ابشر بالشيله بيض الله قصيده قبلها يلا اسلم قصيده وشيل على طول دايره يقول صفرة ربيبه بطن وطرافه دندل ما هي نتيجه شيبت من يدانا من كثر ما يهلم عليها الجمر هلم يا ما جسدها من سنه الجمر عانه سمرتها يوم من فنجالها ولم
البارحة يا طول رحلة مسانة سجيت سجت واحد وواصل علم عن غالي إن قامت حياتها تدانا شاشة خيال الفكر تستعرض الفيلم فيلم تمثل قصتها من ورانا عرض صعب صاعم أفواهنا بالمسلوب صرف علاجها ما يخفانا لكن نعصب الروس بالصبر والحلم من طيب مذهبنا وشيمته الحانة أي والله إنه ظلم وابشع من الظلم إنه يثور سلاحنا في إخبانا يفتح علينا من ثلوم الحكي ثلم يفرح عوانينا يفرح عدانا يزعل عوانينا ويفرح عدانا تدنيق والتدنيق ما هو للناس المدى النقو جدانا هم وبان مرحب مرحب جد قلب طيب الله وجه هذه للشاعر لا في الغيداني اوه شاعر ما يحتاج نعم مسي عليه بالخير ترى لقبه جديد جد ونوف طيب ونعم طيب شيلة يستاهل ابو سعد تكفى حرك مشاعري تكفى بتسنا جياشة بتسنا انا رد انا ببتسي يلا اسلم لو تخليها دوت ويدخل معك طاري طاهر وين هذا بدخل طاهر 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 انا قلت طاري طاهر يا سلام شحنة شحنة ايش فيك انت اغمزه يمكن يتحرك اذكر اذكر اي اذكر يب حاجه تحيه جدي لا ذاك يلا عقبك عبد الله دفين جيت طب النفس والطب صمام الامان واستشاري خراج أجيال من كليته يا ظروف الوقت لا وكل ما نبغيه كان يمدي يا الإنسان يطغى على إنسانيته يمدي يا الإنسان يطغى على إنساني جيت طب النفس والطب صمام الأمان واستشاري خراج أجيال من كليته والمطوع والمعالج فلان بن فلان جبذ في علمه وعلمه وشرعيته جبذ في علمه وعلمه وشرعيته سلام صوتك بيض الله وجهك بيض الله وجهك طيب شباب عبد الله عطا شارك اسلم نعم علي وبعدها لبدان وبعدها طاهر شباب صادق والمسابقه ويش هذه مسابقه اي قريب البعيد بكي علي يا علي يا علي يا القط القطوع المواصل القريب البعيد من هو اللي مصرح لك تسلط علي انشدك وانتظر منك الجواب الاكيد قبل تحطيم وتدمير مستقبلي هل مع قوة سلطان عبد الحميد أو معك صور جان الحكم المصري كيف خليتني عقب الجماعة وحيد كيف نزحتني عن ربعي وعن علي وسلامتك سالم سالم بيض الله وجهك وجهك بيض الله يطول عمرك على الصوت الطيب علي 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 زود لبيه ابو عقاب يعطينا من طيب خلاص ابو هادي مساك الله بالخير كيف حالك سلمه عطنا طال عمرك من معك ماك شغال بس ها اقول ماك شغال اي شغال شغال بعطيك طلب سلطان اسلم بين الضلوع جيش وجموع
سبته عانيت من ضيق ودموع يا ما شكيت ولا بكيت إلا على طار الحبيب اللي هويت يا ابو العيون لا ما تهون عندي مدى منك على روحي تمون ريم العوب عنه متوب ما شفت مثله في الشمال وفي الجنوب. اشكرك يا شيخ صح صوتك والله مبدع بوادي اشكرك يا اخي الله يقبل كذا الرجال سهل لايك سكرايب يلا يلا عطى يا رجل تعشيش عنده صدر علي يلا مشتي يا الاخو ولا ان شاء الله سفير اسلم اشتكي عليك قول يلا في حق سفر الدغيل وينها وشلون القصيد اللي قبال برا ايش قوم خدتك استاذ من هذه اني معيف من كثر خاطري لا لا صدق ما لها كامله شامه شامه ذي عندك لا بعدك يقول علم تبي بس يلا لا عطني ايش اللي عندك عشان نفتحك من الربع ولاك ها يا رجال مين تبي هذا الشيء قال عطنا اللي في بالك انا حق صفر 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 يلا ادري ان الاقوى ما خلق الا ولا البراي شر بس ساعه يلا بس كفو والله انا بنانا ويت 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 طيب على ما بالك جاهز والله غني مننا طاهر بعدين على ما نهني والله ما يطنعون من عطها والله عينها ما شاء الله عليك جاهز يلا 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 يا اخوي عاطف عندي 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 جاد جاد طاهر طاهر انت اسمع يلا اصبر لا 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 اصبر وقع عشان استاذنا مطاهر طيب طيب شي راجع لك طاهر انت خسرت يا حبيب ما يجي وينها عن قاطع في مواصله له ما يرحم حبينه والغلا ارجع ارجع والفرح حينه يوم تاتي لمراسيله زين طار الحب يا زينه يا يجيني يا ناجيله لب قلبه لب عيله لب جده وكل ميله كل يوم يا خفيف الدم وطينها طيف كالي لمس شحليله زارني والشوق في عينها عقب دام ما نمت لي ليله شين حمس البعد يا شينه وزين كيف القرب مع هيله يا علاب يا توت يا تينه سيدك الا الحسن في جيله الله سلام سلام والله حيا سلام يلا توسع